الأحزاب السياسية التي ستخوض سباق الانتخابات بقوائم منفصلة اتفقت بطريقة سرية على الرجوع للتحالف مع كتلها الأم أو مع ما يتفق معها عرقيا أو مذهبيا بعد إعلان نتائج الانتخابات لضمان الوصول إلى الكتلة الأكبر، وهو أسلوب قديم تعمل وفقه الأحزاب العراقية منذ أكثر من 14 عاما. الكتل الشيعية قادرة على خلق بيت شيعي واحد إذا ما حدثت تسويات بين الفرقاء، لكن الكتل السنية ستبقى منفصلة وتمثل بيتين بينهما نهر واسع، موضحا أن البيت السني لن يصبح واحدا طالما أن هناك خلافا على من يمثل هذا البيت من الكتل والأحزاب الحالية. إن تحالفات ما بعد الانتخابات إذا اعتمدت على المذاهب أو الأعراق فمعناه أن العراق لن يتقدم خطوة واحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. البحث عن تكتل شيعي ينافس تكتلا سنيا كبيرا، ومن ثم يدخل إلى الحلبة تكتل كردي كبير، هذا يشير إلى أن الصراع سيبدأ من جديد مثل ما حدث في السنوات الماضية، ولكن تحت شعار الدولة المدنية.